دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مساء الخير وألف مبروك على هذا المعرض القيم والهام جدا لمستقبل مصر. مساء الخير يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. يعني احنا بنعمل كل ده علشان في الآخر بلدنا وعشان المواطنين، وربنا يقدرنا. يعني ازاي قدرتوا تنسقوا؟ انت حضرتك بتتكلمي على اكتر من 10 جهات ومؤسسات ووزارات متنسقين في هذا الملف الهام جدا جدا في مصر. عرفتوا ازاي تنسقوا كل هذا الكلام وكل واحد شغال بيخلص في شغله وبيعمل فيه تقدم ملحوظ جدا؟ بس احنا طبعا اقامة المعرض ده دي كانت توجيهات من فخامة الرئيس، ان هو كان عايز يعمل معرض احلال للمركبات للعمل بالطاقة النظيفة، يكون الغرض منه ان احنا نعرض فيه نماذج للعربيات اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي، نعرض المزايا بتاعتها، على الجانب الاخر يبقى نشوف التيسيرات اللي احنا ممكن نقدمها لهم من خلال برامج تمويلية البنوك بيتم اتاحتها، اكتر من محور. طبعا احنا عشان التيسيرات اللي ممكن وزارة الداخلية تقدمها لهم، التنمية المحلية، فابتدينا حضرتك طبعا احنا مجموعة عمل نشتغل زي ما حضرتك نوهت، احنا 10 وزارات وهيئات، لان معانا البنك المركزي طبعا والبنوك التابعة طبعا، معانا وزارة المالية، معايا الداخلية، معايا البترول، معانا وزارة النقل، معانا وزارة البيئة، الانتاج الحربي، معانا الهيئة العربية للتصنيع. حضرتك كل حد له دور في هذا البرنامج. اتفقنا طبعا على المحاور الأساسية فيه، والشريك الأساسي لينا هم القطاع الخاص، هم أصحاب الشركات والمصانع، وخاصة المصانع المنتجة منتج محلي. تمام فهم. وهم دول كان اليوم حتى اهتمام من سيادته النهاردة وتوجيهه ليهم ان هم يحاولوا يزودوا نسبة المكون المحلي حضرتك في المنتج، يعني ان هو كله بيتكلم ان احنا في حدود 60-62%. سيادته وجه ان النسبة تعلى عن هذا، بالاضافة ان احنا يبقى فيها نوع من نقل التكنولوجيا، ما تبقاش كلها في الصناعات المغذية للسيارات. تمام، كويس جدا. حضرتك تم النهاردة اطلاق اول معرض، وطبعا شرفنا بافتتاح سيادته ليه، وتفقد حضرتك كل الشركات والنماذج اللي كانت معروضة، وكلها حضرتك عربيات تشتغل بالغاز. انا كمواطن، معالي الوزيرة، انا كمواطن اقدر اروح المعرض ده ازوره بكرة؟ انا مش قادر اقول لحضرتك اللي جم النهارده. الاعداد ضخمه. مش كده؟ ما كنتش متوقعه بصراحه هذا الجزيل الاعداد. ما هو انا يعني انا اقدر النهارده اجي طبعا حضرتك في اي وقت. المعرض مفتوح 3 ايام، مفتوح حضرتك بكره وبعده ان شاء الله. احنا على شاشات هناك بالمعرض متاح كل الشروط والمستندات اللازمه للي عايز يعمل احلال للعربيه بتاعته، سواء أجرة أو ملاكي أو ميكروباص، الشروط والمستندات. كمان حضرتك عاملين موقع إلكتروني يقدروا يخشوا يسجلوا عليه بياناتهم علشان نقدر نحصر هذه الطلبات ونبتدي حضرتك نشتغل عليها. هناك 9 أجنحة ل9 بنوك ممثلين للقطاع المصرفي موجودين في المعرض، علما بأن المبادرة دي بتشتغل فيها جميع بنوك العاملة في القطاع المصرفي. ولكن أنا سؤالي، أنا النهاردة كمواطن بفكر أشتري عربية بالقسط، أنا النهاردة لو جيت المعرض ده هشوف العربيات دي، وأنتوا عاملين ميزة نسبية علشان تشجعوا المواطنين، فعاملين لهم عربيات أسعارها مخفضة أو أسعارها جميلة جدا، وأيضا يقدر يخلص مع البنوك اللي موجودة في قلب المعرض ويخلص ويحجز عربيته، مش كده؟ بالظبط بالظبط، كل حاجه يا فندم. والعربيته المتقدمه هناخدها منه ان شاء الله، هنخرجها بقى عشان ما يصحش نبقى احنا عندنا شبكه الطرق الرائعه دي وعندنا الحاجات الايجابيه كلها بتتعمل، ويبقى راكب عربيه مضى على تاريخ صناعها 25 و30 سنه. يعني انا تكون عربيه فيها كثير من الاعطال، انا اجي وادي لك عربيتي القديمه وهتشتروها مني وهتدوني عربيه مخفضه السعر. انا بالظبط وهتدوني عربية مخفضة السعر، والبنوك موجودة تقسط لي في العربية الجديدة واستلم عربيتي الجديدة، وتستلم انتوا عربيتي القديمة، واخلص كل حاجة، وكل ده في المعرض. لا مش كل ده في المعرض. لا
لا انت بتخلص الورق في المعرض وبتفهم في المعرض. ولا هو يجي هي مده المبادره هي ممتده طوال العام. تمام حضرتك، احنا لينا مستهدف هذا العام، ولكن هو يقدر من المعرض ان هو يجي يشوف الموديلات، وبعد كده ممكن يتواصل معهم يعرف ايه شروطه والمستندات، عايز يقدم وهو موجود معانا اهلا وسهلا، عايز يقدم بعد كده اهلا وسهلا برضه. تمام، مش مشكله، يعني مستمر بعد كده في اي وقت طالما انطلقنا خلاص في اي حته هتروح وهتعرف كويس جدا انك انت تعرف ازاي هتعملوا ايه لزياده الوعي. حضرتك كان ليكي تصريح بتقولي فيه ان احنا في الفتره القادمه هنبدا بقى نزود الوعي عند الناس بخصوص التحول الى الغاز الطبيعي، لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات، سواء الغاز مع البنزين او الغاز لوحده. ايه هي الحمله اللي حضرتك هتبداي تطلقيها خلال السنه الجايه او هتعملوها ازاي؟ دي حضرتك بنشتغل عليها، هتبقى حملات توعية سواء بقى من خلال التلفزيون، سواء من خلال موقع التواصل الاجتماعي، سواء من حركة التواصل المباشر مع المواطنين من خلال أماكن تجمعاتهم اللي هم سائقي الأجرة والميكروبات في مكان المواقف بتاعتهم. حضرتك احنا عندنا من خلال محطات الغاز نفسها، الناس اللي هي كان ليها سابقة شغل تحويل السيارة قبل الإحلال، في ناس كتير جدا حركة طبعا بتحول عربيتها والعربيه ما بيكونش فات عليها 20 سنه، لكن لو اكتر من 20 سنه احنا دي بتعمل لها حضرتك احلال ما بتعمل لهاش تحويل. فاحنا طبعا عاملين خطه وربنا يقدرنا ان احنا نبتدي فيها ان شاء الله باذن الله. المحطات، بما ان حضرتك ذكرتي المحطات، وزاره البترول عليها تصريح وبيوعدوا الناس ان يكون في اكتر من 300 محطه خاصة بتمويل الغاز او عشان يمون عربيته بالغاز. اكتر من الرقم اللي حضرتك قلته ده هيكون ان شاء الله متوفر خلال هذا العام. خلال هذا العام دكتورة نيفين جامع. معالي وزير البترول عامل خطة طموحة جدا لزيادة محطات الغاز على مستوى الجمهورية كلها علشان تتزامن مع اللي احنا بنعمله في تحول الناس ان هم يشتغلوا بالغاز الطبيعي. ايه اكتر منطقه انتم مركزين عليها في البدايه علشان مركزين على 7 محافظات في الاول، منهم القاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه، لكن معانا محافظه السويس، معانا البحر الاحمر، معانا اسكندريه، معانا يعني هم 7 محافظات. هم من الاحصائيات اللي خدناها من وزاره الداخليه هم اكتر محافظات فيها ترخيص عربيات، فيها تقاضى وفيها ترخيص عربيات متقدمه. اللي هي العربيات القديمه يعني. بالظبط. وده بالنسبه لكم هتقدروا تعملوا كم عربيه خلال السنه القادمه او تستهدفوا كم عربيه تقريبا؟ احنا اول سنه مستهدفين 70,000 عربيه، 55 ملاكي واجره، و 15,000 ميكروباص. دكتوره نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.